بسم الله. بما ان نيوزيلاند هنتكلم هنا على موديل الاليمنت الثورنج، مين اللي عمل العنصر دوت على اساس لو في اي مشكله نقدر نرجع له. ففي اسكادول هنشوفه مع بعض، بيبقى فيه مثلا مين الشركه اللي موجوده، لو في اكتر من مراجعه موجوده. هنا بيقول لي ده اللون ده خاص بالمعماري، ده خاص بالانشائي، ده خاص بالهيدروليك، هنا لاندسكيب، ام اي بي، فاير، الكتريكال، سيفل. كل واحد فيهم هتاخد لون على اساس نقدر بسهوله نعرف العنصر ده تبع ايه. ده ليفل اوف ديتيل او ديفلوبمنت، بنتكلم 100، ده الكونسبت، ال 200 ده جيومتري، 300 براكسس جيومتري، وهكذا. فبيبقى الجدول بالشكل دوت، تمام. ياخد نفس اللون اللي هو احنا قايلين عليه، يبقى ده عنصر معماري. الام اي اي بنكتب اسم الشركه اللي مسؤوله عن العنصر دوت، تمام. يعني ممكن يكون اصلا الاركتشر في كذا واحد، في واحد بيعمل الشكل الخارجي، في واحد بيعمل الانتريور ديزاين، فبنكتب اسم الشركه. هنا بيقول لك اعتمد على الالوان، فبتبدا تشوف العنصر من الجدول، تقدر تعرف ال او دي دوت 200 في التسليمه ديت، ومين الشخص اللي بقى مسؤول عنه او الشركه المسؤوله عنه في المرحله اللي بعد كده، مين الشخص. لان ممكن الموديل اكتر من شخص يشتغل فيه، يعني في شركة تقول لك أنا هوصل فيه لحد 300 ومش هقدر أزود، في واحد يقول لك أنا هوصل فيه لحد 400 ومش هقدر أعمل ليزر سكان وأعمل الأسبلت، في شركة تانية تقول خلاص أنا هحوله من 400 ل 500. فبتبدأ تكتب كل مرحلة من المراحل مين المسؤول عن الموديل في المرحلة ديت. ده أمثلة لكل العناصر اللي موجودة في الموديل دوت.